ويا مساء الخيرات ومساء السعادة والجمال على أجمل متابعين، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. اليوم بإذن الله زي ما وعدناكم بتكون تغطيتنا مميزة لكل جديد وأنيق، وفرنا لكم من شركة مجمع الشامل فرع الرياض مخرج 29 شارع بلال بن رباح. تابعوا السنابات الجاية ولا تروحوا بعيد، ولعشاق الفخامة والتميز لا تروحوا بعيد وشوفوا إيش وفرنا لكم باليوم من شركة مجمع الشامل. طقم أدوات مائدة بتصميم الماربل اللي أتوقع ما في أحد ما يحبه، شكله جدا جميل لحلو. وفرنا لك منه طقم كامل، حجمين من الشوك وحجمين من الملاعق، تفاصيل في منتهى الأناقة جدا جميلة، وأكيد راح تحلي سفرتك وتوفر منها بس اللون الأبيض مع اللون الذهبي. راح تجيك ستيل، راح تاخذين كل 4 حبات بسعر 5 ريال 75. هلا كل اللي تحتاجين لضيافة أنيقة وراقية راح تلقينها عندنا في المركز بأفضل جودة وبأفضل سعر. وفرنا لك التشكيلة الجميلة هذه من الملاعق والشوك ما بين اللون العودي والأبيض والذهبي، جمعناها لك كلها مع بعض لتحصلي على هذا الشكل الجميل والفريد من أدوات المائدة. راح تجيك ستيل عالية الجودة، في منها حجمين من الملاعق وحجمين من الشوك، توفر منها بس اللون الذهبي. راح تاخذين كل 4 حبات بسعرنا الخيالي 5 ريال و75. هلا دايما دوري على أشياء تشبهك، منتجات شركة مجمع الشامل تشبه أناقتك كثير. شوفوا إيش وفرنا لكم اليوم، بصراحة يعجز الكلام عن وصف هذه التحفة الفنية. صحون خشبية متعددة الاستخدامات وبعدة ألوان وبعدة أشكال، خليني أوريكم التفاصيل السناب الجاية. والشامل يحب يدلعك بأجمل المنتجات اللي ترضي ذوقك. وفرنا لك اليوم الصواني أو الصحون الخشبية الأنيقة هذه، راح تجيك معاها المسكة المعدن باللون الذهبي بتصميم فاخر. وفرنا لك ما بين الشكل البيضاوي والدائري والمربع وبعدة أشكال ما بين الماربل تصميم الحروف العربية. شايفين قد إيش الشكل أنيق؟ طبعا ممكن تستخدمينها للحلويات أو عندك هنا للعطورات أو للأكواب، تستخدمينها كصواني يعني. وضيافة الحلوة تكمل فرحة العيد، قدمي هذه الصواني لضيوفك وأبهريهم بذوقك الرفيع. اللي يشوف الصواني هذه مستحيل يصدق إنها ب5 ريال. راح تأخذين كل قطعة بسعر 5 ريال و75. هلا بس لا تفوتي الفرصة وتعالي زورينا في المركز وخذي الشكل اللي يناسبك، أضمن لك راح يكون شكله جدا جميل في ضيافتك وراح يبيض الوجه. الحلويات الشهية لازم تقدمينها بصحون جميلة وأنيقة، وخلي هذه المهمة على شركة مجمع الشامل. وفرنا لك الصواني الخشبية اللي هي منتهى الجمال هذه، وأكيد راح تعجبكم. راح تجيك ما بين تصميم الماربل وتصميم الحروف العربية وباللون الأبيض والأسود، ولك حرية الاختيار ما بين تأخذين طلباتكم أوامر وما نرفض لكم أي طلب يا أجمل متابعين. طلبت نوفر لكم قوالب الآيس كريم السيليكون، وفرناها لكم أخيرا بسعرنا الخيالي. وفرنا لك بعدة أشكال، بردي فيها على قلبك وعلى قلب أطفالك في الصيف وأصنعي فيها ألذ آيس كريم. الحلو راح تجيك معاها غطاء سيليكون كما معاها الملاعق الخاصة فيها، وبعدة أشكال وبعدة ألوان. الحقوا عليها هذا وقتها في الصيف، راح تأخذين كل مغلف بسعر 5 ريال و75. هلا بس. والمطبخ المرتب يخلي البال مرتاح، ريحي بالك مع المنظمات اللي نختارها لك من شركة مجمع الشامل. وفرنا لك من جديد السلة الجميلة هذه القابلة للسحب لتنظيم الخضار والفواكه أو حتى الصحون، وممكن تستخدمينها على حوض المطبخ أو تستخدمينها داخل الثلاجة، بيكون شكلها جدا جميل وأكيد راح يوفر عليك المساحة. الحلو فيها بتكون قابلة للسحب، راح تجيك بلاستيك كمان منظم الجميل واللي لا غنى عنه في مطبخك، المنظم الجميل هذا.
كمان نفس الفكرة راح يكون قابل للسحب، بس بيكون في مكان مخصص انك تعلقينه على رف الثلاجة، راح يجيك كذا بالحجم الوسط. في من عدة ألوان، راح تاخذين كل قطعة بسعر 5 ريال، وبحط لك فيديو توضيح. كل اللي عليك تزورينا في المركز، وأكيد راح تلقين المنتجات اللي تناسبك. شوفوا معي كل الدلع والجمال اللي وفرنا لكم اليوم، صناديق لحفظ الأحذية بشكل جميل ومرتب. وريكم التفاصيل بسناب الجاية. خلوني أوريكم التفاصيل الأنيقة للبوكس الجميل هذا للأحذية. راح يجيك زي الدرج، قابل للفتح بهذا الشكل، ومساحته جدا واسع ويكفي كثير من الأحذية. والأحلى من هذا وفرنا لك بثلاث أحجام، عندك الكبير والوسط والصغير، جميل جدا. والحلو ممكن تاخذين اكثر من قطعه وتحطينها كذا جنب بعض. وكمان وفرنا لك بعده الوان، عندك الشفاف، التيفاني، السماوي، الوردي والبنفسجي. راح احط لكم كمان فيديو توضيحي لعيونكم بسناب الجايه، وراح تاخذين المغلف بسعر 5 ريال و75. هلا والزين كله راح تلقينه عندنا في المركز اكيد. وفرنا لك اليوم العلاق الجميل والانيق هذا المخمل، متعدد الاستخدامات على شكل ورده. ممكن تستخدمين هذه الفتحات للاشياء اللي انت حابتها، مثلا تحطين فيها الطرح او مثلا السكارف، جميل جدا، وراح يكون شكلها كمان اروع في دولابك. وفرنا لك بعده الوان. الحلو ما راح تاخذين قطعه لوحده، راح تاخذين القطعتين مع بعض. راح تجيك مخمل جميله جدا وبعده الوان، اختاري منها اللون اللي يناسبك. في القطعتين راح تاخذينها بسعر 5 ريال و75. هلا. ولو حاب الحجم الصغير كمان وفرنا لك اياه بنفس الشكل، شكل الورده الجميل هذا راح يكون بالحجم الصغير، راح تاخذين 3 حبات ونفس الفكره. كمان متوفر من عده الوان، راح تاخذين كل 3 حبات بسعر 5 ريال. هالمره هذه راح اترك لكم التعليق لكم من علاقات المخمل الجميله هذه. طبعا لها عده استخدامات، راح تاخذين قطعتين مع بعض، تستخدمينها مثلا للاكسسوارات او للسكارفات وغيرها الكثير. للأمانة أتعب وأنا أقول لكم جميلة بمعنى الكلمة. وفرنا لك كمان بعدة ألوان وبالحجم الوسط. كمان حابة هذا الشكل، جميل جدا، ينفع للجنسين يعني للرجال وللنساء. كمان راح تاخذين 3 حبات، متخيلين؟ بحط لكم صور توضيحية بسناب الجاية. اليوم دلعينكم بكل جديد لأنكم تستاهلوا أكثر، يا أجمل زباين وأجمل متابعين. كمان نفس الشيء من علاقات الملابس، وفرنا لك هذه الأشكال الجميلة خاصة بالملابس. راح تجيك مخمل ونفس الألوان اللي صورت عليكم من شوي. يعني لو حابة تاخذين طقم كامل لدولابك هذا راح ينفع كثير. راح تاخذين هذا الشكل، راح تجيك مخمل، وهنا عندك ستيل وقطعتين مع بعض وبعدة ألوان. والشامل اسم على مسمى، كل شيء تحتاجينه وأكثر راح تلقينه عندنا في المركز بسعر مناسب جدا. حبيتوه وفرنا لكم من جديد مفرش السيليكون الجميل هذا لفرد العجين. طبعا في البداية وفرنا لك بالحجم الصغير، حاليا وفرنا لك بالحجم الكبير وبنفس السعر. طبعا إيش الفائدة منه؟ راح يمنع لك التصاق العجين. ومن أكثر المنتجات اللي حبيتوها وفرناها لعيونكم من جديد بوكس الخزنة الجميل هذا، صراحة معكم حق الشكل جدا أنيق ويبيض الوجه قدام أحبابك، وينفتح معك بكل سهولة
تعالي خذيه الحين حاليا وناسب عيد الأضحى وأهديه لأحبابك، أكيد راح يسعدهم. راح تأخذين 5 ريال و75 هلله.